طيب هنا نتكلم على الـ shapes، ده طبعا من اللي هو الباب بتاع زود الكلمات بتاعتك، اللي هو ايه؟ enrich your vocab. enrich your vocab هنا الكلمات خاصة بـ shapes. shapes الأشكال، يعني بنعتبرها الأشكال الهندسية geometric، اللي هي ايه؟ shapes. أول حاجة معروفة اللي هي ايه؟ circle. circle هتشوف circle، circle ده بالمصري، لكن هو بالإنجلش بنقول عليها ايه؟ circle. circle تمام؟ triangle. triangle مفيش triangle، ها triangle. square. square مربع. star. star معروفة. moon. moon واحد يقول لي في حاجة اسمها شكل قمر، يعني هو مثلا لما يجي يجيبه ايه شكل بنسميه، هو طبعا ده بنسميه الكريسنت. كريسنت اللي هو الهلال، لكن هو بيقول لك الشكل القمري، لو في شكل قمري يبقى ايه بيسموه ايه؟ مون. عادي طبعا معروفة. طب ريكتانجل. ريكتانجل تمام. بنتاجون. بنتاجون الشكل الخماسي. هيكساجون. هيكساجون الشكل الثلاثي. اوكتاجون. اوكتاجون الشكل الايه؟ الثماني. دايموند. دايموند ماشي، هو ايه شكل بهذا الشكل، هو بنسميه زي الماس، يعني شكل الايه؟ الماس. كروس. كروس اللي هو ايه؟ شكل الصليبي ده. تريبيزويد. تريبيزويد ماشي. ارو. ارو شكل السهمي او شكل السهم. اوفو. اوفو شكل بيضاوي وتنطق كده زي ما انا بقولها بالظبط. هارت. هارت تمام شكل القلب. باراليلوجرام. باراليلوجرام ماشي، شو بقى بيسموه ايه؟ شبه مستطيل، شبه منحرف، الايه اللي انتوا عايزينه.